بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا المجلس 62 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله: ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث في كتابه مجموع الأحاديث في العبادات، وقد أخذنا أول ما جاء في الصلاة في صفة الصلاة، وفي هذا الحديث ذكر جملة من أحكام الصلاة. لا تتم يعني لا تصح، لأن معنى لا تتم أنها ناقصة شيئا من شروطها. لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فمن شروط صحة الصلاة الطهارة، طهارة من الحدث والطهارة من الخبث. تكون الطهارة في الثوب والبدن والبقعة، لا بد أن تكون هذه الأمور الثلاثة طاهرة. وفي هذا الحديث يقول: لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فدل على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. ثم قال: ثم يكبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبرها ناويا الدخول في الصلاة فإنها تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الدخول في الصلاة، ومنه سمي الإحرام بالحج، لأنه إذا أحرم بالحج حرمت عليه محظورات الإحرام التي كانت مباحة له قبل ذلك. نعم. قال: ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. هذا هو الركن الثاني، وهو الركوع. والركوع أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، ثم يطمئن في ركوعه،
نعم. ثم يقول سمع الله لمن حمده. ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا واجب من واجبات الصلاة، الرفع من الركوع هذا ركن، وقول سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة. نعم. حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر. حتى يستوي قائما من الركوع قائما من الركوع، ففيه أن الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة. نعم. ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا. ثم يقول الله أكبر تكبيرة الانتقال من القيام إلى السجود، فينحط ساجدا ويطمئن في سجوده. نعم. ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. ثم يقول الله أكبر حينما يرفع من السجود حتى يستوي قاعدا للجلسة بين السجدتين، والجلسة بين السجدتين ركن، وقول الله أكبر واجب من واجبات الصلاة، تسمى تكبيرة الانتقال. نعم. ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يكبر مرة ثانية حينما ينتهي الجلوس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية. نعم. ثم يرفع رأسه فيكبر. ثم يرفع رأسه فيكبر، يرفع رأسه من السجود فيكبر تكبيرة الانتقال، وهي من واجبات الصلاة. نعم. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فإذا فعل ذلك تمت صلاته، يعني إذا فعل بالركعات الباقية مثل ما فعل في الركعة الأولى من قيام وركوع وسجود وتكبيرات الانتقال، فإنه قد تمت صلاته. نعم. وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا لا يطمئن في صلاته، فقال له ما صليت، ولو مت على هذه الحالة لمت على غير فطرة الإسلام، فهذا دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة هي السكون وإن قل. نعم. وعن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. هذا الحديث فيه بيان أعضاء السجود التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أمته أن يسجدوا عليها، وهي سبعة أعضاء: الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين. نعم. ولمسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. نعم. هذا الحديث كالذي قبله يبين أعضاء السجود التي يسجد عليها المصلي، وهي الجبهة والأنف تبع لها، واليدين الكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء، وهي أعضاء السجود. نعم. ولهما عن أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر،
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. نعم، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر، يعني يصلونها بعد الزوال وبعد أن يبردوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد وقت شدة الحر، أمر بالإبراد في الظهر، ولكن لا بد أن يبقى على الأرض حرارة ولو أبردوا، فكانوا يسجدون على الأرض، وإذا لم يستطيعوا السجود على الأرض مباشرة لحرها من الشمس فإنهم يضعون شيئا تحت جباههم، دل هذا على أن هذا لا يضر، أنه إذا لم يسجد على الأرض مباشرة كان هناك شيء يؤذيه على الأرض فإنه يتوقاه لأن يضع تحت وجهه شيئا يقيه مما يؤثر عليه. نعم. وروى البخاري عن الحسن قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. نعم، كانوا يتقون حر الأرض بهذه الأشياء، كان يضع عمامته أو قلنسوته، والقلنسوة شيء يلبس على الرأس، يضعها على الأرض ويسجد عليها يتوقى الحر، فدل على أن ذلك لا بأس به، ويداه في كميه يتوقى حر الأرض ليقي يديه من حر الأرض أيضا. نعم. ولمسلم عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. نعم، لأن حر الرمضاء لا بد أن يبقى على الأرض ولو أبردوا، لا بد أن يبقى شيء منه على الأرض، ولما شكوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشكهم، يعني لم يسمع لشكواهم، لأن هذا شيء لا يمكن تداركه، لا بد أن يبقى على الأرض شيء من الحرارة ولو أبردوا بصلاة الظهر. نعم. واليوم الحمد لله في المساجد مكيفة ومفروشة، وتغير الوضع عما كان قبل ذلك. نعم. وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة. كان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة التي على رأسه، لأن هذا يمنع مباشرة الجبهة للأرض، فهذا من باب الورع، وإلا فهو جائز. نعم. وعن ابن عباس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. نعم، هذا فيه أنه إذا نزل المطر وابتلت الأرض أنه يسجد عليها مباشرة ولو بقي فيها شيء من أثر الماء، كان صلى الله عليه وسلم يسجد على الماء والطين ويرى أثر ذلك في جبهته صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم إلى هنا، نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا اللقاء من دروس شرح كتاب الحديث، نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. هذا يزيد الريش، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.